ما أعظم أن نصلي عليك يا سيدي يا رسول الله، لا سيما في يوم الجمعة. إذا كنت مريضا وتريد الشفاء من كل داء فأكثر من الصلاة على حبيبك محمد. وإذا كنت مبتلا وتريد الخروج من كل بلاء فأكثر من الصلاة على الحبيب محمد. وإذا كنت صاحب رجاء وتريد تحقيق الرجاء فأكثر من الصلاة على حبيبك محمد. وإذا كنت لله داعية ترجو القبول والإجابة فأكثر من الصلاة على المقرب سيدنا محمد. وإذا كنت تريد أن تنال الشهادة فأكثر من الصلاة على سيد الشهداء سيدنا محمد. وإن كنت تريد أن تبقى في الدنيا سعيدة فأكثر من الصلاة على سيد السعداء سيدنا محمد. وإذا كنت تريد النجاة من كل عناء فأكثر من الصلاة على سيد الأحبة سيدنا محمد. وإذا كنت تريد البعد عن الشقاء فأكثر من الصلاة على سيد الناجين سيدنا محمد. وإن كان لك عدو وتريد النصرة عاجلا فأكثر من الصلاة على سيد المنصورين سيدنا محمد. وإن كنت تخاف القبر وتريد النجاة فيه فأكثر من الصلاة على نور القبور محمد. وإن لم تكن لك صدقة تنير بها قبرك فأكثر من الصلاة على حبيبك محمد. وإن أردت أن يعرض اسمك عليه صلى الله عليه وسلم في قبره فالزم صلاة على حبيبك محمد، فإن اسمك يعرض على الحبيب محمد. وإن كنت تخشى السؤال وتريد الثبات عند لقاء الملكين فأكثر من الصلاة على نبي الأمان سيدنا محمد. واعلم بأن حلق الجنة لن يحركها إلا حبيبك محمد، ولن تفتح أبوابها إلا أن تأتي خلف حبيبك محمد. وفي كل أحوالك اجعل ديدنك أن تلزم الصلاة على حبيبك محمد، فما من عبد لزم الصلاة على محمد إلا قدم على رب سيدنا محمد فقال قد غفرت لك إكراما لمحمد. وتذكر دوما بأن من تكسر الصلاة عليه هو من قال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو من وعده ربه فقال لن أخزيك في أمتك يا حبيبي يا محمد، وهو من قال له ربه وعزتي وجلالي لو استفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم إلا أن يأتوا خلفك يا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا نور قلبي ويا ذهاب همي ويا شفاء مرضي ويا كفاء غايتي ويا سببا في إجابة دعوتي يا سيدي يا حبيبي يا نور قلبي يا رسول الله.